نحن بحاجة إلى المساعدة. لقد دمرت الفيضانات منزلي وما أملك من قطيع النفق بعد أن جرفته المياه. لقد فقدت كل شيء ولا أعرف مكاناً آخر ألجأ إليه. علي البقاء هنا إلى أن أجد مكاناً ملائماً أذهب إليه. ما نخشاه هو ازدياد عدد حالات الإسهال، فحتى الآن لم نسجل أي وجود لمرض الكوليرا. الفئات الأضعف بينهم هم المسنون والأطفال.